الطعام الصحي. مرحبا. طبيعي إنه كل واحد منا يأكل باليوم الواحد 3 مرات، صبح، ظهر وعشية، وفي ناس منا بيأكلوا 4 أو 5 مرات. بس المهم إنه الأكل يلي بدنا نختاره يكون مش بس لذيذ إنما صحي كمان، لأنه كل الدراسات أظهرت إنه الأكل الصحي وبالكمية الصحيحة بتجنب الصغار وأيضاً أهلنا الكبار كتير من المشاكل الصحية، مثل أمراض القلب، السكري، ضغط الدم العالي، الكوليسترول، وكتير كتير أمراض تانية. والأهم الأهم السمنة يلي ممكن هي كمان توصل لكتير من الأمراض. فإذن نحن منحتاج لطعام مغذي ولكمية كبيرة من المي ليكون عنا الطاقة والنشاط الضروريين لحتى ننمى منيح ونتحرك منيح، والتركيز لحتى نقدر نفهم كل الدروس والشرح بالمدرسة. هلأ كتار منا لما يسمعوا كلمة حمية غذائية بيفكروا إنه حدا عنده وزن زايد، بس هالشي غير صحيح. الحمية ممكن تكون لتحسين نوع الأكل وبالتالي تحسين الصحة بشكل عام. اليوم بلقائنا رح أعطيكم بعض النصايح الغذائية يلي لازم ننتبه لها بمأكولاتنا. أولاً، نظام غذائي متنوع. لازم يدخل بغذائنا ومأكولاتنا كل أنواع الطعام، مثل البروتينات والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات والمعادن يلي بيحتاج جسمنا إلها. ثانياً، الخضار، اللحوم والفواكه. لازم تدخل بنظامنا الغذائي مجموعة منوعة من الخضار واللحوم والفواكه، لأنها بتحافظ على التوازن الغذائي وبتأمن لنا كمية كافية من الألياف لنحافظ أكثر على صحة جهازنا الهضمي. ثالثاً، الألياف. لازم يكون نظامنا الغذائي غني بالألياف يلي هو موجود بكتير من الأطعمة، مثل الخبز الكامل أو البلح والتفاح وكتير إشياء غيرها. رابعاً، قليل من السكر. انتبهوا منيح من السكر، كل الناس بحبوا طعمته كبار وصغار، منشان هيك ما منعرف الكمية يلي عم نتناولها لأنه منكون مبسوطين بالطعمة. بالوقت السكر منه منيح أبداً للصحة وخاصة لصحة الأسنان. خامساً، الماء. قد ما أحكيكم عن أهمية الماء رح بيكون قليل. أوقات منفكر إنه إذا مش عطشانين يعني جسمنا ما بده ماء، بس الحقيقة إنه لما منعطش بيكون جسمنا ما بقى قادر يتحمل قلة الماء. لهيك بدي وصيكم وقلكم إنه ما تنطروا لا تعطشوا ولا تشربوا ماء. خلي الماء شيء أساسي بنظامكم الغذائي اليومي. بالأخير بيبقى إلكن إنه نهارنا لازم يبلش بوجبة فطور مغذية وغنية، لأنه جسمنا بيستخدم الطاقة يلي بياخدها منا لننمى حتى نحن ونايمين. أما وجبة الفطور بتعطينا الطاقة الضرورية لنكمل نهارنا بنشاط وكمان لننمى ولنتعلم. لقائنا اليوم كان عن الغذاء، لأنه جسمنا كمان بده حماية. إلى اللقاء.